السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش ندير السيرو تاع البقلاوة، هنا راني داير زوج كيسان تاع السكر، وعود تاع قرفة صغير، وكاس كاس و... كاس وربع تاع ماء، وعصرة صغيرة تاع قارص لا يقارب نص مغرفة كبيرة. نشعل، نخليها هي تغلي برك، انا نحسب لها 10 دقائق، 10 دقائق ونطفي. هكذا خلاص، هاي فاتت 10 دقائق، طابت هذا السيرو، هذا طاب، دوك نخليه يبرد ونحطو على جهه. وهنا راني داير 6 كيسان تاع فارينة، نزيدو لها زوج مغارف صغار تاع خميرة الكاطو. وهنا كاين ربع كاس زيت نباتي، وثلث ارباع حليب، بيضة، ونخلط. هكذا نغطيها ونخليها ترتاح ربع ساعة. هنا عندها حبش تنح، عندها ربع ساعة ملي كانت ترتاح، ملي تحت يعني. دوكا ندير هنا فارينة، كاين كاس تاع فارينة، كاس كاين نص كاس تاع فارينة، ونزيد لها زوج كيسان تاع نشا. ولي هكا باش نقسمها، نزيد الدوزيام، ونكمل الاخرين الكل. هاك كي وزتهم الكل، نولي نحط الاولى، ندير النشا والفارينة، ونزيد نحط الدوزيام، ندير ثاني النشا والفارينة، تروازيام، وهي راح حتى نكملها. هكذا كي درتهم الكل، نبدا نحل فيهم بشوي. وقتاش نحبس كي نشوفهم ولا ورقارك، ولا ترقيق، ولا تورقة برك، فوكا نفرقهم ونبدأ نخدم بالوحدة. غادي نحلها هكا، نديرها شغل كاري. نهز هنايا عندي زبدة دايبة، ندهنها، نقسمها هكا في النص، باش تولي عندي زوج مثلثات، بعد نبدا نطبق فيها هادي هكا 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 هكا، نجبدها هكا. نقدم هذه هنا ونهز النص هذا منها ونحطو عليها هنا، تولي هكا. هنا راني مخلط شويه مكسرات، شويه كاوكاو، شويه لوز، شويه بيستاش، كل واحد يديرو مكسرات ليه. نحط شويه من المكسرات هكا هكا، ونطبق نطبق هذه هكا، نعاود نقلب هذه منا، ونقلب هذا هكا، ونقلب.
تولي هاد لا فورم هادي هاك فورم باهية. وزيد كيف كيف هادي نحكمها من هنا نبدا نقدم 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 كي نقدم لهنا نعاود نقلبها هاك نحكم هادي لهنا هكذا نسكر نزيد نقلب عليها هادي ندير المكسرات سكر نقلب هادي هكذا نزيد نقلب هادي هكذا ونبدا ندور شو راني في ندور في البوراك ها ودوك نكمل نخدمهم كومبلي وسي بون هكذا راني خدمت البقلاوة هكا دوك نديرها في الفور على درجة حرارة شحال 150 لمدة 45 دقيقة Los que vi, que es muy...